تبعنا جمع هذه البطولة المغاربية لكمال الأجسام، منافسة شرسة ما بين تونس، الجزائر، ليبيا والمغرب. كنا مع المشتركين من التحضيرات للاستعدادات، دخلنا الكواليس المسابقة في تقرير خاص باش نعيشكم تفاصيل البطولة المغاربية كأنكم كنتوا حاضرين في ملف الأسبوع. كل يوم محمد منسية يجي لهنا للمسلك الصحي في المنزه باش يعمل فوتينغ. الرياضي متاعنا يعرف البلاصة هذه مليح، يلزمو يسخن قبل ما يمشي لسال دو سبور. أهم حاجة بالنسبة لمحمد أنه يكون حاضر نهار 22 ديسمبر. البلدي بيلدينغ خذالي وقت الكل. نلقى روحك تعمل في 7 سوايع خدمة، من بعد تمشي تترينا، من بعد تروح للدار لازم تعمل 8 سوايع نوم. هذا هو أبار لأبار الأوروبا متاعك. درنيرمون في الكومبيتيسيون الأخرانية نحضر لها، أنا نخدم في سال دو سبور. يعني كيف نخرج من 6:30 متاع الصباح نروح للدار 9:30 متاع الليل. يقول القايل ايش تعمل الصباح؟ لازم كيما توا كيما ريتني نعمل كارديو اجان الصباح، من بعد خويا كيف نعمل السيونس دونترينمون متاعي، ولا كيك سوا عندي كوتشينغ بريفي ولا حاجه، من بعد نكمل الشيفت متاعي نخدم ساعتين ونص نكمل 9:30 متاع الليل. لهنا في قاعة الرياضة محمد منسي قابل كوتش متاعو محمد الرياحي، أول رياضي تونسي يتحصل على بطاقة احتراف. هاي في فورما، هاي مش عامل بروجرام مظهر، ركز معي مزيد جمعة تويك على الكومبيتيسيون، حبك تكون كونسنتري بالبداية، تخدموا بروجرام تويك مزيان، تخدموا 8 ماكينات تاع ظهر، حبك تكون في مخك تو مركز معي. تقوليش تعبت وتقوليش هذه ما عشان نجم وفهمت، هاي نحب صاحبي غير. يلا تمرين كما تشوفوا قاسيه وطويله، برشا تعب برشا خدمه، حتى شيء ما يجي بالساهل. محمد لازم يحط الطاقه اللي عنده الكل، الهدف نتاعو الفوز بالمسابقه في الفئه نتاعو. هاي لازم بشوي، هوب ارجع بشوي، ارجع بشوي، هوب ارجع بشوي، صحيح تمشي انزل على ظهرك، برافو، كمان كمان كمان، اكثر محمد اكثر، هاي برافو زيد. بليت بليت، هاي ايش بدي حزامك قلت لي سي بون، هز راسك لفوق، هاي امشي، اب ان دو توا. اخونا محمد اليوم كمل السيونس تاع الظهر، بارك الله عليه، اتليت ما شاء الله عليه بقلبه. ان شاء الله مازلت جمعه ان شاء الله 22 ديسمبر بطوله المغاربيه ان شاء الله باش تصير منزه سيس. إن شاء الله يا أخوي يعمل رزلتا بيهية، إن شاء الله يكون من الأوائل. أطليت ما شاء الله عليه جدي برشا في خدمته، من الأطليت اللي أنا اخترتهم باش نحضرهم، ديما نختار الأطليت اللي نشوف فيه اللي هو ناجح، وأنا اخترته هو إنه الحمد لله إنه نجح معايا وإنه توفق وإنه عمل حاجة مزيانة وقارح تبارك الله عليه، يعني من الأطليت اللي نقولوا إحنا القرحة. بالنسبة لسي محمد منسية اتفقنا إن شاء الله توا باش ناخذوه إن شارج، رينا فيه بذور تاع بطل كبير، نحاولوا نرافقوه حتى نوصلوه لأعلى المراتب، يوصل هو ونوصل احنا معاه، الناس كلها تربح، تونس تربح، هو يربح، الشركة تربح، طبعا تحت إشراف المدرب بتاعو شوش. بعد ساعات تعب من التمارين محمد يروح للدار باش يفطر ويرتاح. هذه مرت رانيا، الانسان اللي واقفه معاه ومسندته. صافا شحويب صافا ترانكيل ايه مدام رنوش بوتش صغير، هذه هي ريسبونسابل على توسكي ماكله، توسكي نظافه ودبشي وكل شيء، تحضير الماكله اللي يجي من عندها هي. مرات تولي تدخل في كونتاكت مع صالح عجبين مع البريباراتور، قداش تطلع قداش تهبط في الكار، بس تفهم كل شيء سيدي ولد، نجم تبريباري نجم تحضر اي اتليت راهي عادي فاسيل على الاخر. دونك تابع معايا على الاخر سيدي بريباراسيون، هذه ما تعبنا فيها على الاخر على الاخر. كوتي تحضير كوتي ستريس كوتي مشاكل في الدار، هاك تشوف ديجا تدخل للدار لازم تدخل ديما عينيك في الطاوله باش تلقى
تلقوا الروبا نتاعك. بيان سور الروبا هي بالجرام توزن وزوها به. كيما اليوم توا انا قاعد محضره. اش محضره؟ فلاكون دافون، البلون دوف، والزبيب والروز والدنيا الكل المسكادو. الاتليت برشا راحه وخاصه مكله منظمه، عناصر اساسيه في حياه محمد. بون هذه الوجبه الاولى حطيتها في الدايت. فيها 100 غرام فلوكون دافوان، دوز وي 100% و 10 بلون دوف. البريود الاخرانيه ديما يكون السورس نتاع الكاربس طايحه شويه. بيان سور سولون الميزان اللي انت فيه، سولون الفورمه بلوتو اللي وصلت لها. عرفت كي اللي عبد مره يبدا هكا مورالو مهزوز، يقوم الصباح يقول لك لا انا اليوم سافا، غدوه تلقاها فماك الخوف الدوت هكا شويه. عرفت كي اللي يقول لك لا زعما باش نعمل زعما نوصل زعما لا زعما، فهمت كيفاه؟ وبعد يدخل في عاده فيك الحرب ما بينه وبين روحه وعلى اعصابه. بيان سور بيناتي انا وكوتش صالح جويني معناتها اخونا زيد على الاخر، دونك عرفت ما بيناتي انا وياه. عرفت الو كيفاه اليوم، الو شو عمل، عرفت فريمون تعيش برشا حاجات برشا حاجات، سيرتو هذه الاخرانيه بالكل يتعملوا فيلم حسيت بالحق. بريباراتور صالح جاي رونديفو تاع اخر جمعه. صالح وينك بابا؟ وي شنو احوالك؟ واني خويا زوج الحمد لله. هاني كلاعب. ايامات تقليل على بدايه المسابقه، خدمه كبيره ما بين محمد وصالح، الشخص اللي قاعد يتابع فيه من اول نهار ويتلهى به ويحضره نفسيا وجسديا. الفوز بمسابقات كمال الاجسام تتطلب استعداد نفسي وجسدي كبير برشا. التاش نتاعي انا كونسيست سورتو ديما محمد يبعث لي تصاوره مثلا نتفقدوا، نعطيه البلان اليمونتير مثلا كي باش ندخلوا في كومبيتيسيون، نحط اوبجيكتيف ونقولوا مثلا عندنا كومبيتيسيون باغ اكزومبل نقولوا الشامبيونا نتاع تونس مثلا باش نلعبوها. دونك تبدا ثم اون دات ثم اوبجيكتيف، معناتها الستار الاكثريه على 4 شهور 5 شهور فوار ميم 6 شهور، ونبداو من وقتها نبدا مع محمد انا في كل حاجه، نعطيه بروجرام وسورتو في الماكله شنو يزيد شنو ينقص، الكربوهيدرات نتاعو البروتينات نتاعو. نهار قبل المسابقه في البلاصه هذه وين الجبل واسم الزرقاء والبحر، محمد مغروم برشا بلي شوتينغ، غدوه نهار حسن بالنسبه لي، هذه طريقته باش نحس ستريس والخوف. والله بلوتو البحر بصفه عامه شيخ علي قمرت نحسها اقرب بلاصه لي باش نجم من نجم نجي سيرتو البلاصه هذه كل وين نحس روحي فيدت اكسوا من ستريس خدمه ستريس دار مشاكل في العائله كل شيء. دونك نجي مرات نبقى وحدي هكا نجم نعدي حتى بالاربع سوايع 5 سوايع نجي معايا دو ولا تروا روبا نعدي بهم الويكاند لهنا سيرتو. سبحان الله تحس قوة ربي في قوة على قد ما تكون عندك مشاكل وستريس وتحس روحك فيد ما عادش تنجم، كي تشوف البحر تلقى روحك حكاية فارغة. عرفت وقت اللي محمد
الدورة هذه هي أول دورة تجمع بلدان المغرب العربي. بيلال توبيل 37 سنة مشترك تبع المنتخب الجزائري لكمال الأجسام، متحصل على المرتبة الثالثة في بطولة العالم في دبي، اليوم موجود ويخلي سقف المنافسة عالي برشا. إن شاء الله كالعادة نمثلوا المنتخب الوطني ونتحصلوا على المركز الأول إن شاء الله، وراح نديروا قاع واش عندنا إن شاء الله، نحطوا قاع واش عندنا. هذوك عندي نقوم بعملية الطعن السبق، ومن بعدك عملية تحمية، ومن بعد نتوكل على ربي ونطلعوا فوق لاصين إن شاء الله. من الجزائر مع بلال فما أكثر من 10 رياضيين جابش يمثلوا الدولة متاعهم، دورة مهمة برشا لبلدان المغرب العربي. وجبة سريعة قبل التان اليوم، ما فماش ولا شيء مفتوح أبار المشروبات برك. طلع دركا حنديروا لاتينت من السبعه ان شاء الله، نتوكل على ربي ان شاء الله. هذه القاعه اللي باش تصير فيها المسابقه اليوم، تحضيرات بدات، سبع حكام دوليين موجودين لهنا باش يحرصوا على كامل التفاصيل. هنا قبلنا سيد زويري مصطفى حكم دولي من الجزائر، سيد هذا متعود برشا على النوعية هذه من المسابقات. احنا اليوم بصدد التحضيرات الأخيرة، الرتوشات الأخيرة اللي تمثل في التراساج هذا اللي درناه، التراساج درنا لهذه الفئة الأولى للخط الأول، يعتبر لتقديم الاستعراض. طبعا هنا جيجمون تكون الجوائز حاضر، المتنافسين عندنا 88 مشارك، جو من تونس ليبيا والجزائر، رياضيين موجودين اليوم باش يتنافسوا على المراتب الاولى في البطوله المغربيه لكمال الاجسام. من البلد شقيق ليبيا عندنا 20، من تونس عندنا 11، من الجزائر عندنا 3، ومن المغرب ما بجاح. حصل على الجائزة الأولى في المنتخب الجزائري، مشترك الكرم اليوم، لقب جديد يتزاد لبلال توبيل، وفرحة كبيرة باش يرجع بها للجزائر. الحمد لله بعد انتظار طويل نجبت نحقق نتيجة تاع بطل في الكاتيجوري تاعي، وزدت حققت نتيجة تاع بطل أبطال لكاتيجوري كامل. وكالعادة شرفنا الجزائر، والحمد لله حظينا بتكريم شباب هنا في تونس، يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. كل عادة دائما الوالة بارك الله فيكم. على البوديو محمد بن سيا، البطل اللي كنا تابعناه من قبل بجمعة من المسابقة، خدمة تتعب وعام كامل قاعدين نشوفوا فيها العضلات هذية والتناسق والانسجام، وراه برشا تعب وبرشا تضحيات. محمد يتحصل اليوم على الجائزة الأولى في المانس فيزيك، جائزة مشرفة برشا. اليوم التعب نتاع محمد ما مشاش خسارة، الرياضي نتاعنا يتكرم قدام الجمهور اللي كان حاضر ويحقق حلمة جديدة من أحلامه. وأكيد أنه مجال كمال الأجسام محتاج لأكثر دعم، أكثر متابعة، الهدف أنه الأبطال هذوما ينجموا يمشوا بعيد برشا.